مزيكا فان بودكاست على اون. مرحبا بكم في تونس بلاد الثورة المجيدة المباركة السعيدة والمواطنين الياسر أوفياء لدماء الشهداء. 3 سنين تعدى والحالة باقي عوجاء. وفي إطار ممارسة صلاحياتي كعنصر بارز في إعلام العار نحب نقدم لكم المغالطة التالية. في الصباح اليوم نقرأ 3 سنوات على اندلاع الثورة في القصرين. 1-2 ولا 2-1 ما فهمتش. شهداء الزهور وتالا أول مسمار في نعش النظام السابق. قنابل الغاز في حمام النساء و19 شهيدا في 3 أيام. في الصريح نقرأ في سليانا عامل حظيرة يطعن المعتمد بسكين. في الشروق نقرأ سليانا سمحني في الصريح نقرأ زادة في قفصة النار تحت الرماد مناظرة تتحول إلى حريق حرق مقر الأمن والمعتمدية وتوتر متصاعد. وفي الشروق نقرأ سليانا مواطن يطعن معتمد كسرة بسكين واحتجاج في أغلب المعتمديات. كي تسمع تقول كلها أحداث صارت في ديسمبر 2010 جانفي 2011 وقت اللي فما كان المقال الأول يحكي على أحداث القصرين في جانفي. وأحداث قفصة اللي حكيت عليهم الصريح ما صاروش في 2008 بل البارح. كيف كيف اللي صار في سليانا وغيرها مازال صاير حتى لتو. وهاي المغرب كاتبة مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الثالثة ل14 جانفي الجهات الداخلية تنتفض. والصريح كيف كيف تقول في عدة مدن مواطنون يغلقون القباضات احتجاجا على الزيادات في الضرائب. وقيل الملثمين وعصابات المفسدين رجعوا ينشطوا. وهك جماعة اللي لا يريدون الخير لتونس عاودوا لموا بعضهم. في الواقع عندنا ذرية الناس هذوما هي اللي خذت المشعل ومواصلة المسيرة. جست الأسامي تبدلت توا ولا اسمهم الفوضويين والمعارضة الهدامة وجماعة السفر فاصل. انتوكا الزوز منتفضين على لقمة العيش. ناس تحب تعيش لا أكثر لا أقل، تحب تخدم باش تاكل وتوكل صغارها. خاطر الكرامة ما تجيش مع الطلبة ولا مع الميزيريا. أما صفاء عاد هوكا فرحوا بيهم، غلوا لهم في كل شيء باش يزيدوا يسهلوا لهم في الحياة الكريمة. والخدم اللي فما أعطوها لجماعتهم، قال شنو ناضلوا في العهد السابق، انتوما استناوا العهد الجاي تاو نلفقوكم في بعض البلايس. ياخي شنو تحبوا هاوكا اللي تضرب فيكم بكرتوشة اعطيناه كارتة يركب بها في المترو والكار بليش. ياخي ما تشبعوش. وكما قالت أمينة بيت مال المناضلين السيدة يمين الزغلامي، ياخي جريح الثورة على راسو ريشة هو شي حب ياخي هاوكا كار ومترو بليش. يحب نعطيه يركب في دحدح زادة. هانا عملنا له أحزاب وانتخابات وتفصيصي ودستور وحوار والله مصلي على النبي. وجبنا له سبسي وغنوشي وبحر جلاسي وابو عياض وركوبا. ايش تحبوا آخر؟ تشارليز تيران وزيرة مرأة؟ هاو عنا سهام بادي اللي مصلي على النبي تبدأ تتفاعل في تفاعل فعلي وتفعل في قطاع غزة. فهمت اللي ما تحمدوش ربي. شوفك الدستور اللي عملناها بصفة عامة ما بنوا. فالصحافة قالك معركة حاسمة لضمان استقلالية السلطة القضائية، القضاة يقررون الإضراب الحضوري والإضراب المفتوح. وفي الصباح نقرأ احتجاجا على ما اعتبرته تدجينا للقضاء نقابة القضاة تهدد بإضراب عام مفتوح. أمالا جماعة التفصيص يحبوا ينتخبوا هما أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الجديد. اي معناها الهشمي الحامدي والعربي نصرة والجعديري باش يحطونا السلطة القضائية الأولى في البلاد. نزيدك آخر خبر عملت حوار مع سنوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بعنوان النوري اللجمي لآخر خبر قد نضطر إلى غلق مؤسسات إعلامية إن لم تلتزم بكراس الشروط. يفسر فيه كيفاش الجماعة يحبوا حتى من أعضاء هيئة الإعلام يختاروهم هما. استقلالية تونسي أم الروسي يا ولدي. يعني مش غريب تلقى فتح العيوني في هيئة القضاء ومقداد حشاكم في هيئة الإعلام. ونزيد نزيدك رفضوا أنهم ينحيوا عقوبة الإعدام. هاي لو كوتيديان اليوم صبحت حطت لهم مشنقة في الأون وكاتبة بروجي دو كونستيتيوشن لا بين كابيتال مانتونو مشروع الدستور الحفاظ على عقوبة الإعدام. ايوا به خويا ما غير ما نغمقوا في بلادوايي حقوقي انسان يحاول عقوبة الاعدام والناس اللي عدموها على خطرها معارضة سياسية بعد ظهرت مظلومة الى اخره. تعرف شكون اول ناس باش تشربها بالعقوبة هذه ولا ليه؟
إيجا خويا نقرأ لك من الصباح. أخطرهم المساعدون الرئيسيون لأبي عياض إيقاف 361 إرهابيا وحجز 2 من المتفجرات منذ الثورة. الثلاثي الأخطر مازال بحالة فرار وآخران قتلا في عمليات أمنية. فهمت سيدي خويا؟ المساعدون الرئيسيون لأبي عياض والمساعدون الغير مباشرون لأبي عياض واصحابهم واحبابهم وآبائهم وزملائهم، كما قال العقيد معمر الله يرحمه: ستندمون يوم لا ينفع الندم. على إن مدعيك فان بودكاست.